السؤال الثاني يقول: ينقل عن الإمام أحمد أنه يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك وما رأيكم؟ أما صحة ذلك على الطريقة الحديثية فلا نستطيع إثباتها، وليس كل قول ينقل عن إمام من أئمة المسلمين بإمكاننا أن نثبته على طريق علماء الحديث، ولكن لا يسعنا إلا أن نعتمد على العلماء الذين سبقونا زمنا وعلما، لا يسعنا إلا أن نعتمد عليهم فيما ينقلونه من أقوال ومن روايات حتى يتبين لنا خطأهم في ذاك النقل. كون الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أنني قرأت ذلك قديما في رسالة توسل الرسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو ينقل ذلك كقول الإمام أحمد، ومستنده في ذلك حديث الأعمى. وكما قلت آنفا، ما دام أن ابن تيمية ينقل ذلك وهو موضع للثقة والاعتماد عليه فيما ينقل، نحن نقول بما نقل حتى يثبت عندنا ضعف ما نقل. هذا بالنسبة لجواب السؤال، لكني أريد أن أذكر شيئا مهم في اعتقادي بالنسبة لمثل هذا القول. لا علينا ولا ضار علينا أن يثبت عن الإمام أحمد هذا القول أو أن لا يثبت، كلاهما بالنسبة إلينا سواء، ذلك لأننا لسنا أحمديين، وإنما كما سبق أن قلت آنفا نحن نقدر هؤلاء الأئمة ونجلهم ونستفيد من علمهم ومناهجهم، لكننا لا نسلم قيادة عقيدتنا وأفكارنا لهم إلا من تبين لنا أن الحق معهم. فإذا إذا كان هذا النقل من ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه كان يريد ذلك، وأن دليله في ذلك هو حديث الأعمى، وحين دراسة حديث الأعمى يتبين أنه لا يفيد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشروع في نفس كتاب ابن تيمية المذكور آنفا، وكما كنت زدت بيانا في رسالتي التوسل أنواعه وأحكامه. الحديث حديث الأعمى كله يدور على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يجوز لنا أن نقول بأنه يجوز التوسل الآن بالرسول، لأنه لا يمكن أن نبلغه ما الذي نحن نريد منه أن يدعو لنا ربه، ولا نحن نستطيع إذا هو دعا مثلا في حالة البرزخ أن نعرف أنه دعا. فالقضية أي حديث الأعمى لا علاقة بحياته عليه السلام ولا علاقة لها بوفاته.